السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى إخواني أخواتي، كديري لاباس عليكم؟ الأحوال طيبة. غادي إن شاء الله نوجد معكم واحد الكيكة بالمول ديال تيقولوا مول الشهدة ولا مول ديال بلاطو البيض. المهم أنا عندي 4 البيضات، عندي واحد شوية الملحة، كاس ديال الربع ديال الزيت، عندي تاني تقريبا نص كاس ديال السنيدة، ما بغيش ندير هو نورمال مول، اللي كيبغي السكر يدير كاس. عندي هنايا واحد الحك ديال دانون ديال الفاني، بنكهه الفاني، وعندي الخميره، غادي ندير الخميره ناعت عندي ديال العبار. المهم نتوما غتشوفوا معايا المقادير، وغادي ان شاء الله واحد المعلقه الا بغيتوا ديروها ديال الخل، باش انا المهم ما كنديرهاش هكا اضافه وصافي، انا ما كنديرهاش، انا شفت الاخوات كيديروها قلت ندير علاش لا. وهذا واحد فانيا ديال نكهه البرتقال، زهره البرتقال، وعندي شوكولا فيرميسيل باش غادي نديروه في هاد المول هذا. المهم هنا كان غادي ان شاء الله ندير البيض وغادي نخدمه، وهي الطريقه ديالي صراحه في الكيكه، غير انا مهم درت هذه، ولكن الطريقه ديالي في الكيكه باش كتجي زوينه وطالعه مزيان هي انني كنضرب البيض بوحدو والصفر بوحدو. المهم هنا غادي ندير معكم هاد الطريقه، وانتوما هذه الطريقه اللي قلت لكم ديال البيض بوحدو وديال الصفر بوحدو، كتجي هائله وهذا عجيبه صراحه، وكتجيب لكم الكيكه طالعه مزيان. هذه طريقتي الاولى في الكيكات كاملين اللي من قبل كنت كنديرهم، قبل زعما ما نديروا القناه. المهم هنا صراحه هاد الكيكه حتى هي كتجي زوينه، كنت درتها وما صراحه ما سجلتهاش، وقلت علاش ملي شريت المول قلت نجربها مع الاخوات ديولي مع الكبيدات. الصراحه هنايا كناخذ السيد، كناخذ السنيده كندير بشويه بشويه، وانا كنطرب حتى يولي عندي الخليط بيض. صراحه تعطلت عليكم وسمحوا لي، ومع الظروف ومع الوقت ومع الله يدير لي فيها الخير. هنايا كنضرب البيض، مع السكر، وكندير هاد ثاني الفاني ديال زهره البرتقال، حتى هي كتجي زوينه صراحه. والا ما عندكمش ديروا فاني، عاديه. هنايا شويه الملحه، نضربوا الخليط. مهم كنوجدوا المول ديالنا، انا رشيتو غير المهم درت ليه، كانت عندي داك سميتها، كانت عندي الزبده ديال اللي كتكون في البخاخ هي اللي استعملت، ودرت على شويه ديال الطحين باش ما تلصقش ليا الخليط، ما تلصقش لينا. هنا غادي نبدل هذا التيبويرا باش نخلط على مزيان الطحين. كما قلت لكم العبار ديال الطحين غادي نعبر بكاس دانون. المهم غادي يهز ليا تقريبا على حسب الطحين اللي كيشرب اللي ما كيشرب، تقدر يهز ليا جوج، يقدر يهز ليا ثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين بعبر الكاس دانون. المهم هنايا غادي نبدا نخلط، غادي نجيب السباتيلا ديال هنايا كنخلط بها، وهنا غادي نجيب سميتو، هنا سمحوا لي نسيت كاس ديال دانون، غادي نخلطو حتى جمعت الخلاط الكهربائي، وغادي نعاود نخلط دانون، عاد ندير الطحين، غادي نستمر ان شاء الله. فدابا غادي نخلطو مزيان مع العجين مع الخليط، وهانتوما معايا. المهم هنايا بعد ما خلطت الخليط، هنايا بعد ما خلط هذاك دانون، دابا انا غنعبر بالطحين، كنهز كنعبر باش ندق. كما قلت لكم راه العبار يقدر يهز 3 يقدر يهز 2.5 ديال الطحين على حسب الخليط، كاين الخليط اللي انتم عارفين اللي كيشرب كاين اللي ما تيشربش. المهم هنايا الخميره، ملي كندير الطحين كندير الخميره دائما، كنخلط الخميره مع الطحين. هنا تقريبا معلقه كبيره، معلقه زعما ديال صغيره عامره، وزدت نص تقريبا معلقه ونص، يعني تقدروا ديروا جوج بكيات، صراحه انا كندير فيها جوج بكيات ديال الخميره الحلوه.
حتى لثلاثة. المهم انا كنخلط بسباتيلا ديال الضرب ديال المهم كنخلطو بالضرب اليدوي باش العجينه ديالنا كما قلت لكم ما تهبطش ما تجيش باش تبقى طالعه. المهم غادي نزيد الكاس الثاني ديال الطحين. نخبو بشويه بشويه باش ما يتكورش لينا الطحين في الداخل، وكنتاكدوا بان الطحين ديالنا تخلط كامل. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب، وتقاسموا مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم فائده، وفضلا وليس امرا، واللي دخل جديد يتابونا ويضرب الجرس باش ديما يطلع ليه الجديد. وشكرا لكم. و هنايا غادي نجيب المول، غادي ندهنو كما قلت لكم الزبده اللي عندي في هذاك الرشاش ولا البخاخ. المهم غادي ندهنو. هذا هو المول العجيب، المول ديال الشهد او لا شهد النحل، ولا تقولوا ليه بلاطو البيض. المهم هذا راه كديروا فيه بزاف الحوايج، يعني كاين بحال هكا بسطيله ديروا فيه بزاف الشكيلات كيجيو هنايا، تقدروا ديروا الكنافه بزاف الحوايج يعني غادي كيداروا فيه. ان شاء الله نشاركهم معكم الى اقتضى الحال والى بغى ربي. المهم هنا غندير النص في هذا الشوكولا ديال فيرميسيل، المهم النص الاخر غنحتاج تخرج حتى تطيب، وعاد ان شاء الله غندير فيها اللوز إفيلي. دهناه بهذا، قلت غادي نجرب هذا الشوكولا حيت واحد المره انا درتها كما قلت لكم، ولكن ما درتش فيها هذا الشوكولا هنا في التحت، كنت خلطته في العجين الداخل وجات هائله، جات كلها بحال هكاك وعجبت الضيوف ديالي، كنت دايراها ملي شريته وعجبات كدرتها، جاو عندي الضياف ودرتها وعجبوا الضيوف ديالي هاد الكيكه. انا كنحاول نوزع الخليط على كل شيء على المول كامل، ولا بغيتوها تجيكم عاليه وكثير زعما طالعه ديروا ليها كما قلت لكم الطريقه ديال البيض بوحدو، الصفر بوحدو والبيض بوحدو، كتجي هائله وكتجي ما نعاودش لكم قد ما ضربتوا هذاك البيض بوحدو والصفر بوحدو تجي الكيكه طالعه، واخا ديروا غير أربعة البيضات ولا جوج ولا فهمتي، كتجيب زوينة كتجيب بحال شكل بريوش. كنحاول أنني نخلط الخليط في الجوانب باش تجيني كلها يعني مقادة. صراحه مديش على الاضاءه لان ما كانش الاضاءه صراحه، وكانت الكاميرا ماشي ما كانتش بروغرامي على الاضاءه. المهم سمحوا لي على هاد التصوير. كنحاول نحيد العجين هنا كننقاد باش كلشي كيجي مساوي، ونقدروا هكا نخبطوها شويه باش تقاد لينا هذيك هذا العجين الخليط. صافي كما قلت لكم ملي كنبدا نخلط الخليط ديال الحلوه كنسخن الفران. انا الفران كنسخن على 325 لان على حساب الضوء اللي عندنا، نتوما كل واحد وكما كنقول دائما كل واحد على حسب درجه الحراره ديال الفران ديالو. هنا الحلوه ديالي طابت،
انتم شوفوا طابت صبحت واجده. حنا غادي ندير لهداك اللي فيه لا فيرميسيل، غندير فيه سكر كلاصي، غادي نشكلو بهذا الشكل هذا. والاخر كما دهنت بالاخر دهنته بالكوفيتير، ولا دهنوه بالعسل وتديروا عليه سميتو اللوز ايفيلي، كتحمروه يكون محمر ديروه. المهم انا هنايا كندير سكر كلاصي، لان صراحه الحلوى الشوكولات بحال قلتو يعني مع السخونيه شويه دار داب، ولكن كان جا شكي زوين في الشكل ديالو بحال هذا مثقب، جا زوين عطى واحد المنظر زوين. يعني انا ما كلكتوش ماشي مشكل، كلشي مرحبا والف مرحبا. كنتمنى نبغي منكم غير رحمه الوالدين. المهم هنا كنثبت هذاك اللوز افيلي على الشكيلات، غادي باش هذا جات هائله وجات بنينه ما نقولش لكم عليها. ونتمنى انكم تنوضوا تجربوها، توجدوها لوليداتكم ولا الضيوف ولا لكم نتوما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.